طبعا احنا السنه دي في المؤتمر الحادي عشر لوحده السكر والغدد الصماء في المنوفيه كنا عملنا مواضيع جديده في المؤتمر. الحقيقه حضر عدد كبير من الساده الاطباء الزملاء واستفادوا منها. اتكلمنا طبعا عن تايب 2 دايابيتس في التشيلدرن، اتكلمنا عن تايب 2 دايابيتس في البريجننسي، كان في سيشن مخصوص للاندوكراين، اتكلمنا عن الهايبركولاكتينيميا، اتكلمنا عن الثايرويد في البريجننسي، طبعا مشكله فيتامين دي والحاجات الكتيره بتاعتها، اتكلمنا عن الفيتامين دي دايليما، وخصصنا محاضره للفيتامين دي في البريجننسي، اتكلمنا كمان عن الميتابوليك سيرجري وازاي بنقدر نستخدم الاندوسكوب في علاج الاوبيزيتي والنيوتريشنال سبورت بوست اوبراتيف لحالات الميتابوليك سيرجري. الحقيقه المؤتمر كان مميز السنه دي، كان في مواضيع مختلفه، كان الحضور ممتاز وكان في ايجابيه في المشاركه من الدكاتره. ان شاء الله نعيدكم السنه الجايه، هيبقى في مواضيع احدث ومواضيع اهم لمرضى السكر والغدد الصماء.